ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة الأوفى والسلام الأزكى على شمس الضحى وبدر الدجى ونور الهدى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الله صلى. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أولي المكارم والتقى. مرحبا بكم أيها الكرام، ونحن نعيش شيئا من الأيام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وصلنا الآن سنة 6 هجرية، 6 هجرية 6 من البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالأحداث، حدثت فيها 4 أحداث غيرت وضع المسلمين، واستطاع أعداء الإسلام أن يؤذوا المسلمين أذية اقتصادية عجيبة. هذه الأحداث الأربعة أولاها إسلام سيدنا حمزة، مفخرة نصر عظيم للإسلام والمسلمين، كانت فرحة عارمة لقلوب المؤمنين. وقصته شنو؟ أنه سيدنا حمزة ما كان موجود، كان خارج المكة الرحلة للصيد، جاء أبو جهل فشتم النبي صلى الله عليه وسلم شتيمة عجيبة هزت الحجر والبشر، وأذى سيدنا النبي أذية ما طبيعية. إيش قد عنده قوة أبو جهل، حكم مع سيدنا النبي إلى درجة أنه يعني ما بحياته ما كان شتم هكذا. سيدنا النبي تأذى، فجان أبو جه سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه على نيته، دخل الكعبة، واحدة من البنات الصغيرات قالت له وين؟ أو قال واحد رجل قال له أين أنت يا حمزة وابن أخيك قد شتم من أبي جهل وضرب؟ فحمزة تعصب قال أشون يشتمه أشون يضربه أشون يتعدى عليه وأنا عمه؟ فجاء حمزة من غير سابق التحضير، فجاء إلى أبي جهل قال كيف تضرب محمدا وأنا على دينه؟ حمزة انتبه، هو قال وأنا على دينه، نطق بالإسلام، الله كأنه قلبه نطق باللسانه رضي الله عنه وأرضاه. وضرب أبو جهل على وجهه، أولاد أبو جهل والناس تجمعوا قالوا رد، أبو جهل قال لا والله لأن فعلا أنا كثير أذيت ابن أخوه، كثير شتمته شتم قوية. فراح جاء سيدنا حمزة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي لقد قلت كذا وكذا، قال أسلم يا عم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح الصحابة فرح عجيب، حمزة بطل من أبطال قريش، حمزة بطل من أبطال مكة، شاف كل العيون عليه، سبع وجلد وقوي وذكي وكل المواصفات الحلوة به، كان بس ناقص الإسلام وأسلم. فسيدنا حمزة كان نصر بالنسبة للمسلمين. بعد أيام صار إسلام سيدنا عمر. شوفوا شلون أيام الله أعطت سيدنا النبي مكنه سيدنا حمزة ومكن هذا الدين سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا. بس سيدنا عمر إسلامه كان تدريجي، ما مثل سيدنا حمزة كان مباشر. بس عمر كان كثير يؤذي المسلمين إلى درجة أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي ما دي يكلم مع أحد هو يجي يطلبه بالدرة يقول له لا تحكي مع محمد، يجي على سيدنا النبي يحكي مع هذا يجي على ذاك الرجل يقول اطلع يضربه بالدرة يقول لا تحكي مع محمد. حتى سيدنا النبي في يوم قال له يا عمر أما تدعني ليلا أو نهارا؟ قال له دعوفني يكفي، ما تدعني ليل ونهار أنت معي. مرت الأيام، عمر عنده جارية أسلمت عغف فيها، نزل بها ضرب 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 إلى أن تعب، فقالت له انظر كيف أتعبك الله وقواني، بدت علامات. بعدين عمر يقول كنا دائما نذهب إلى الخمر كذا، فرحت ذات ليلة إلى أصحابي ما موجودين، رحت إلى مكان الله ما موجودين، قلت خلي أنزل الكعبة أطوف فيها. فجاء إلى الكعبة بالليل بنص الليل ماكو أحد، سيدنا النبي ويقف حيصلي، سبحان الله شلون توقيت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عيقرأ، وين عيقرأ؟ عيقرأ بسورة القلم، سورة نون. فعمر بينه وبين نفسه قال والله يمكن هذا قول شاعر. قال فسيدنا عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عيكمل السورة، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. رجع عمر قال ها انتبه عمر جواب عباك اللوة، قال إذن قول كاهن. قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكمل الصورة، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
سيدنا عمر قال لا شعر ولا كان، إذن ما هو؟ قال فقال سيدنا النبي تنزيل من رب العالمين. رق شوية قبل قلب عمر ورجع. بعد أيام نفس الحالة، نفس الحالة. يوم من الأيام طالع شاف امرأة شام شايلة متاعة وأغراضة، قال إلى أين يا أمة الله؟ قالت أفر بديني منكم. فقال لا يليق بك أن تدعي بلدك. ما قال لا وما لا، عكس قبل، قبل كان نار فورا. يوم من الأيام أيضا صار حكي على سيدنا النبي وعلى الكفار وعلى قريش وشون الناس تفرقت وشون وشون، فغضب غضب قال أنا اليوم أخصمه. أخذ سلاحه وطلع باتجاه يدور عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقتله. شاف واحد من الناس قالوا لأين؟ قال أريد أن أقتل محمد. لما شاف واكد فوران غضبان كثير قال تروح على أختك أول بدل ما تروح على محمد صلى الله عليه وسلم. فانتقل عمر وراح إلى بيت أخته فاطمة. منه كان عندهم؟ كان عندهم خباب بن الأرت، عيقريهم القرآن، عيقري زوجه وعيقريها. فسمعوا سيدنا عمر اختبوا، فتح الباب قال سمعت صوت أشعة تقرون؟ قالت لا شيء. فضربها حتى خرج منها الدم، ثم قالت ما تفعل يا عمر، ما تفعل؟ أما أنا لك، أما أنا لقلبك أن يئن، أما أنا لقلبك أن يؤمن، أما أما أما. فهو تعصب ما يعرف وين يندار. قال جيبي هاي الصحيفة لبيتك. قالت له ما أعطيك إياها حتى تغتسل. قال عشان أنا أغتسل؟ قالت له ما يصير. فعسري أغتسل وجاء قراها، فمسك الصحيفة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كلمة لتشقى، إذا نزل القرآن كان للسعادة وليس للشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كلمات رق بها سيدنا عمر. فقال أين محمد؟ قالت إلى دار الأرقم. فطلع سيدنا عمر باتجاه دار الأرقم، فسمعون الصحابة شافوا سيدنا عمر جاي. قال إيش بيكم؟ حمزة قال إيش بيكم؟ لا تخافون، إذا جاء دي يقتل قتلناه بسيفه، وإذا جاء دي أسلم أهلا وسهلا. ففتح الباب، فتحوا الباب دخل، فجاء سيدنا النبي إليه ومسكه وهزوا بثيابه. قال يا عمر أما أنا لك أن تسلم؟ أما أنا لك أن تسلم؟ اللهم أهدي أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمرو بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال لما لا نصدح بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق، يفرق الله بك بين الحق والباطل. وخرج الصح المسلمون من دار الأرقم صفين، صف يقود حمزة وصف يقود سيدنا عمر، وراحوا إلى الكعبة المشرفة ينادون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وراح على أبو جهل، وراح على أبو سفيان، وراح على جميل بن معمر. جميل بن معمر ينشر الأخبار، راح عليه وقال سيدنا عمر قال له ما عرفت أن أسلمت. قال ينشر الخبر بالعالم كله، صار نقلة نوعية من سيدنا عمر أسلم، كبر. وحتى أهل المسجد سمعوا الصوت، أهل الكعبة سمعوا صوت التكبير من فرحة الناس، فرحوا الصحابة وفرحوا المسلمون آنذاك بإسلام سيدنا حمزة وبإسلام سيدنا عمر، صار نصر عظيم. سبحان الله، بهذول الرجلين العظيمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وظلت سلسلة عمر مستمرة بنصر هذا الدين. أسلم سيدنا عمر وأسلم سيدنا حمزة، هذا الحدث الثاني. الحدث الثالث عتبة بن ربيعة قال من القريش تألي معاكم، يوم تقولون بدنا نقتله، يوم ما نقتله، يوم بدنا نطرده، يوم خلوني هالآخر مرة روح أفاوض معه، هاي آخر مفاوضات روح نخصمه معه. قالوا له روح. راح عتبة قال يا ابن أخي تعال يا محمد عندي حكي معك. قال يا محمد إذا أنت كنت تريد مال نعطيك فلوس، أحسن فلوس نجمع لك أكثر فلوس، وإذا تكون تريد لك جاه نعمل لك مستشار ما نقضي أمري ما نرجع لك، وإذا تريد ملك عملناك ملك علينا، وإذا عندك هذا تعانينه من جن من مشكلة بالطب راح نروح نجيب لك أحسن الأطباء والحكماء ونعالجك. سيدنا النبي عليه يسمع قال أفرغت يا أبا الوليد عتبة بن ربيعة؟ قال نعم. قال اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وبدأ يقرأ عليه آيات فصلت ويصفان، قل حتى رجع يديه وراء ظهره وجلس، ثم رجع لهم فقال كفى كفى يا محمد. رجع قال لهم والله قال كلام لا شعر ولا كهانة ولا سحر، والله كلام يعجب. قالوا له بس لا أنت بس لا سحرك محمد. قال والله اسمعوا مني، وعصبوها برأسي خلونه وبحاله، إذا صار
ملك، نحن كلتنا استفدنا، وإذا ما صار ملك غيركم راح يقتلوه وخلاص تنتهي المشكلة. خلوه والله هذا وراه شأن عظيم. ما سمعوا كلام. هذا الحدث الثالث. الحدث الرابع، أبو طالب جمع أخوته وجمع بني عبد المطلب وبني هاشم، قال لهم تعالوا يا جماعة ترى ابننا راح يقتل. عقبة بن محايد شد الهاي، سيدنا عمر طلع شايل سيف، ما أعرف أكثر من محاولات القتل، خلي نعلن أنه نحن نمنعه. قال خلي نعلن، فأعلنوا بني هاشم بني عبد المطلب منع سيدنا النبي، أي نمنعه، أي يعني ندافع عنه ونحميه، ما نخلي أحد يجي يمه. فصارت أربع أحداث، جمعوا قريش، قال أي بعد ما مية مجال عن نخسر رجالاتنا حمزة وعمر، وعن نخسر وبالمفاوضات مع يجي وبني طالب ابن عبد هاشم بن عبد المطلب عي حامه، فلازم نعزلهم كلهم. فأطلقوا الحصار الاقتصادي، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم 8 و9 و10 من البعثة 3 سنوات، حصروهم شعب أبي طالب سيدنا النبي وأصحابه ومن المسلم من الرجال والنساء، وأبو طالب معاهم، منعوهم لا زواج لا أكل لا شرب لا هدية لا بيع لا شراء، كل شيء. يا الله، 3 سنوات يأكلون ورق الشجر، 3 سنوات ما يخرج منهم إلا ما كما يخرج من الدابة. جلكم الله، عجيب هذه الأيام اللي قضوها المسلمين، عجيب هذا الصبر اللي عانى سيدنا النبي منه صلى الله عليه وسلم، اللي تحمله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات شعب أبي طالب. آخر شيء ليلة من الليالي اتحركوا زهير وعتبة ومطعم بن عدي، أكثر من واحد ما مسلمين كانوا، بس قالوا فد مرة طالت 3 سنوات فتحركوا. فبالليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأبو طالب، قالوا الأرضة، دودة الأرضة راحت أكلت الصحيفة، كان خلوه بداخل الكعبة، ما عدا باسمك اللهم، بس اسم لفظ الجلالة ما أكلته، كل الصحيفة ما أكله. فراح أبو طالب ثاني من الصبح، جاء زهير ابن أبي أمية وجاء عتبة بن ربيعة وجاء المطعم، تجمعوا قال يا أبي كفي، بعد ما أبي جاء 3 سنوات كفي، خليهم فضة. فجاء أبو طالب قال لهم أقلكم فضوها أحسن، لأن أصلا حتى الصحيفة ما لكم مأكولة، محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني أن الصحيفة قد أكلتها الأرضة. فقام واحد منهم قال يا أبا خوش كلام، أسأل أختبر صدق محمد، نفتح الصحيفة، إذا كانت الدودة كن أكلتها فنقض العهد، نقض القرار مع الحصار، وإذا كانت ما أكلت بقي الحصار. قال له خوش كلام، فتحوا الكعب المشرف وطلعوا الصحيفة فلم يجدوا منها سوى باسمك اللهم، الدودة كن أكلته كله، وانفتح الحصار على المسلمين. بس تعبوا 3 سنوات تعب شديد. الله يرضى عنهم الصحابة الكرام، ليش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خديجة والصحابة معهم، تعبوا تعب شديد وصبر وأذياء، رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا الحسن البصري يقول يأتي الإسلام يوم القيامة على هيئة رجل، فيطوف بين صفوف الناس ثم يقول هذا نصرني وهذا خذلني، هذا نصرني وهذا خذلني، حتى يقف عند عمر بن الخطاب ثم يقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. هالشيء اللي عمله سيدنا عمر، هكذا الصحابة كانوا، نصر الدين نصر عظيم مؤزر، تجي يوم القيامة تتباهى بهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى. بسكن بك الغبره.